أنتم في صحراء ليبيا وتبكونه خوفا عليه وحرصا عليه وأملا فيه إلى هذا المسجد على هذا المنبر يأتيكم أخوكم أولا وحبيبكم وكله أمل أن تكون الوقفة الثانية على منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى أخوكم أبو عمر. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
من المسجد الحرام، طب ممكن يقطعك من المسجد الحرام، ولكن السماء لا تفتح الا من بيت المقدس. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فيا اخوانا، نحن اهل الرضا كما قلت يا اخي ويا رفيق دربي الى فلسطين الى القدس ان شاء الله. نقول فعلا هذه الكلمات الطيبه والمباركه. نعم، احنا اهل الرضا، اهل الرضا، وهم في رضاط الى يوم الدين. وشهيدهم ب70 شهيد. هو مين الذي تلامى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي؟ بقول للصحابه يا اخوانا، بقول للصحابه وشهيدهم ب70 شهيد. يعني هذا الكلام يقول لاصحابه يا اخوانا. بقول هؤلاء الناس في بيت المقدس واكناف بيت المقدس، وانهم في رباط الى يوم الدين، وشهدهم ب70 شهيد. اذا يا اخواني، هذه المنه وهذا الكرم وهذه المنحه اللي منحها الله لهذا الشعب. الشعب مين يا اخوانا؟ شعب الرباط. ولذلك بقول لكم يا اخواني، الوحده، الترابط، يا اخواني كونوا جميعا يا بني اذا ما اعطاني خطبوا ولا تفرقوا احدا، تاتى الرماح اذا اجتمعت تكسرا واذا فرقنا تكسرت احدا. ولذلك اقول لكم على قلب رجل واحد، كما قلت يا حبيبي ويا رفيق دربي الى القدس ان شاء الله. وان شاء الله فانها وتقول هذه الكلمات المباركة من فوق المسجد، مسجد عمر والمسجد الأقصى ومسجد القبة أو مسجد الصخر المشرف إن شاء الله.